بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المستحبات في صلاة الصبح القنوت، والقنوت ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أنس رضي الله عنه: لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ويقول ابن عاشر، وقال ابن عاشر رحمه الله: والقنوت في الصبح بداء. والقنوت هو الدعاء، ويأتي بمعان كثيرة في اللغة العربية، ويأتي بمعنى الطاعة والتذلل والخشوع لله عز وجل، وقوموا لله قانتين، والقيام بأمر الله عز وجل، والقيام بالطاعات، والقيام بالصلاة. والقنوت هو الدعاء في صلاة الصبح، أي في الركعة الأخيرة منه، وليس له صيغة محددة، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار يذكر أن الإمام مالك قال: ليس لدعاء القنوت صيغة محددة، ولكن يستحبون أن يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نصلي ولك نسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فالمسلم يحفظ هذه الأدعية ومثل هذه الأدعية، لأن كثيرا من الناس يهملون هذه الأدعية، فتجد الإنسان يصلي لسنين طويلة ولا يحفظ هذا الدعاء، مع أنه قد لا يكلفه وقتا طويلا في حفظه هذا الدعاء، قد يستغرق ساعة أو نصف ساعة فيحفظه، أو كل يوم يردده حتى يحفظه. كذلك دعاء الجنازة، فتجد الإمام في المسجد يقول: من لا يعرف الدعاء فيقول: اللهم اغفر له وارحمه. فلماذا لا نحفظ هذا الدعاء؟ نحفظ الأدعية وفيها فضل، فيها أجر، ثم نحافظ على هذه الصياغ أو صيغة الدعاء، منه هذا الدعاء دعاء القنوت. ودعاء القنوت عند المالكية يكون سرا ولا يكون جهرا ولا يجهر به، بخلاف المذاهب الأخرى يجهرون بدعاء القنوت، ويختلفون، منهم من يجعله في الصبح ومنهم يجعله في الوتر، هذا اختلاف. كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المالكية دليلهم أن القنوت يسر به، وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، تذللا لله عز وجل، خشوعا لله، وخفية أي سرا، لأن كلما أخفى الإنسان دعاءه كان إلى الإجابة أقرب. وبحسبك كما في الآثر أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، هذا دعاء شامل، دعاء شامل. والله عز وجل لا يقول: ولا تعتدوا وادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. فمنهم يقول: يا ربي اعطيني، يا ربي وهب لي، يا ربي كذا، فيكثر من الدعاء ويتفنن في الأدعية. فادعوا بدعاء قصير مع تذلل وخشوع. إذن كذلك الدعاء في الصبح قنوت، هي في الركعة الأخيرة قبل الركوع، قبل الركوع أي حينما ينتهي المصلي، حينما ينتهي بالقراءة
فيأتي بهذا الدعاء، بهذا الدعاء قبل الركوع، وإن أتى به بعد الركوع فجائز، لكن يستحب أن يأتي به المصلي قبل الركوع. وإن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، إن تعمد تركه أو سهى وأتى بالسجود وسجد له فصلاته باطلة، لأنه لا يسجد المرء لمستحب، وإنما يسجد لسنة مؤكدة ثمانية، أما المستحب فلا يسجد له المرء المصلي. ولا خلاف في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مشروعية القنوت، وإنما الخلاف في استمراريته. فأوردنا حديث أنس رضي الله تعالى أنه لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، فهذا عام. ثم هناك حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان، قبيلتان يدعو عليهما لأنهم قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بعض الصحابة، فهذا خاص. فدعاء القنوت إذن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الشباب الذين يريدون أن يفهموا أكثر زيادة على فهم السلف الصالح فيقولون ببدعية القنوت، وهذا هو مصيبة. كثير من الناس لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفقهوا في دين الله، فتجدهم هذه بدعة وهذه سنة، بل ويبدعون دون دليل، وإنما يقلدون أو يسمعون. فتجد من يسمع مثلا علماء خارج البلد فقد يفتي أن هذه بدعة، مثلا مسألة بدعة، هذه بدعة، فيفتي في بلده على مذهبه أنها بدعة، أما على مذهبي ومذهبنا فليست ببدعة، وإنما اختلاف في أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء. ولذلك قالوا من قلد عالما لقي الله ناجيا، من قلد عالما لقي الله ناجيا. فأنت لا يمكن أن تذهب إلى كل أطباء العالم فتكتفي بطبيب واحد حاذق تثق فيه، فيكفي طبيب واحد، أما أن تذهب إلى هذا وتعتمد على هذا فستخرم جسدك وتضيع أموالك. إذن كذلك العلماء، فنقلد عالما، فمثلا المغاربة لهم مذهب واحد، عالم واحد، مذهب الإمام مالك في فهم القرآن والسنة، وليس له دين جديد، وإنما هذا الإمام كان قريبا من الصحابة، قريبا من الصدر الأول، فتلقى العلم عن أكابر العلماء ففهمه وشرحه وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه لنا في قالب من الثقة والصدق. إذن من بين ذلك القنوت، إذن فهو سنة. ومن أتى ودخل المسجد ووجد الإمام في الركعة الأخيرة وقانت، فيأتي بالركعة التي فاتته، إذا أتى بالركعة الفائتة فيقنت، وهو المشهور بناء على القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال، وقيل المعتمد، والمعتمد أنه لا يقنت.
إذن المستحبات لا تضر، لا تضر الصلاة ولا تضر العبادة. السنة قد تضر إذا كانت سنة مؤكدة، ولذلك تعريف سنة، السنة ما واظب على فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها في الناس، هذه السنة. واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها ورآه الصحابة. أما المستحب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، هذه تسمى أو يسمى المستحب. ولكن المسلم يأتي بالفرض والسنة والمستحب. مثلا عندنا الوضوء، عندنا الغسلة الأولى فرض في مثلا في اليدين أو في الوجه، الغسلة الأولى فرض، الغسلة الثانية سنة، الغسلة الثالثة مستحب. والمسلم يجمع بين الفرض والسنة والمستحب، والهدف من ذلك هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الوضوء، في الصيام. فإن اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت سنته، وإن اتبعت سنته فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يعلم أصحابه، يعلمهم كيف يتوضأون وكيف يصلون وكيف يغتسلون. فكل أمر إلا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كل فعل إلا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونقله الصحابة إلى التابعين، التابعون نقله عن الصحابة، وتابعي التابعين نقله عن الصحابة. فثبت عندنا بالأدلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم يجب أن لا يخالف أمر الله في العبادات وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتبعه في كل شيء ليقبل الله منا العبادات. إذن فالتراويح مثلا، لماذا نصلي التراويح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها اليوم الأول والثاني والثالث، ثم جمع أمير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر جمع الناس على إمام واحد في التراويح، فكانت سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فنحافظ على هذه السنن والمستحبات وننشرها في المجتمع، ثم يتناقلها جيل على جيل حتى نحافظ على ثوابت أمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.